أحبتي اليوم نشتكي فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء وكل واحد قاعد يفضفض للثاني صح؟ ولين سجد أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكلة مع السجود، وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في حياتك كلها. أحبتي ليش إذا شكينا للناس تلقى الواحد يطلع قلبه ويتكلم، لا شك أن العزيز ساجد يرفع بسرعة، وحتى هو ساجد بين يدي الله من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خذ الآية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر هو يتكلم، أقسم بالله يا جماعة يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي، وقال قصة ما نبقيها لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي، شوف قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك ومن شكواك، لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني، لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون خطة. قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد، تقدر البكاء هذا ويطلع لله وانت ساجد لحالك، اقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا اخي، قال طيب وش توصيني عليه؟ قلت اوصيك بشيء واحد، لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه. وسكر بعدها باسبوع لو خميس الجاي دق علي قال انا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء، قال ابغى اقول لك بس كلمه تكفى ذكر فيها الناس، قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما قلتم. تنال السعادة والرشاد، تسقي حياتك راحة، تنجيك في يوم المعاد، قف للإله ونحن